صباح الخير يا سادس. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله كويسين. كيف صحتكم؟ الحمد لله. الحمد لله. صحيح يا سادس، اليوم قبل ما اجي على الحصه كانت في طالبه اسمها سحر. هاي الطالبه تعبانه وكانت يا دوبها عم تمشي، فانا مسكتها وقعدتها على الكرسي وحطيت ايدي على راسها عشان اشوف اذا كانت مريضه ولا لا. كان وجهها كثير سخن، فانا فكرت براسي قبل ما اعطيها الدواء خليني اتاكد من انها من درجه حرارتها، لانه اذا اعطيتها الدواء لانه اعطيتها الدواء وكانت مو مريضه فهذا بياثر على ايش؟ صحتها، صحيح ولا لا؟ صحيح. فرحت على صيدليه صغيره موجوده في المدرسه. هاي الصيدليه بكون فيها ادوات ادويه طبيه بنستخدمها في الاوقات الطارئه. طلعوا افرجيكم شكل الصيدليه. هاي شكل الصيدليه، شايفين؟ هاي شكل الصيدليه الموجوده في المدرسه. افرجيكم كيف شكل البنت، كانت تعبانه هيك، كان تقريبا شكل البنت، شايفين؟ طيب بعدين فتحت الصيدليه وطلت منها جهاز، هذا الجهاز بقيس درجه حراره البنت. فهسه في شغله مهمه لازم اتاكد منها لازم اتاكد منها قبل ما استخدم هذا الجهاز على البنت. مين يحكي لي شو الشغله؟ تفضلي سالي. صحيح كلامها، صحيح سالي، ممتازة. لازم أتأكد من نظافة وتعقيم إيش ميزان الحرارة، لأنه إذا استخدمت الميزان على البنت وكان مش معقم فجوز يأثر على صحتها، صحيح ولا لا؟ بعد ما قست درجة حرارتها وشفت إنه درجة حرارتها مرتفعة، رحت أنا جبت قطعة قماش وحطيت عليها مي باردة وحطيتها على إيش، على راسها. الحمد لله البنت انخفضت درجة حرارتها ومحتاجتش لأعطيها دواء، لا خلص إنه خفضت درجة حرارتها مكمدات مي باردة. لحد الآن مفهوم؟ طيب مين يستنتج لي اليوم عنوان درسنا؟ تفضلي أنوار. تكنولوجيا الأجهزة الطبية. ممتازة، مين رد عيد لي؟ تفضلي. تكنولوجيا الأجهزة الطبية. مين يحكي لي عنوان درس هون؟ تفضلي أنوار. تكنولوجيا الأجهزة الطبية. حكيت هون. تكنولوجيا الأجهزة الطبية. ممتازة، تفضلي. مين يجي يكتب لي اياه هون؟ تفضلي. برافو انوار، سقفولها. وهسه يا سادس، هسه رح نحكي اليوم عن الاجهزه الطبيه، نحكي عنهم كلياتهم، كمان بدنا نحكي عن الميزان الحراره، وكمان بدياكم انتم شو اسمه حاطه فيديو، بدياكم تستنتجوا لي شو هي اشكال ميزان الحراره، واخر شيء نطبق ميزان حراره بسيط. مين يحكي لي؟ مين بيعرف هذا الجهاز؟ مين بيعرفه؟ تفضلي ريهام. جهاز قياس الضغط. ايش بيعمل هذا الجهاز؟ تفضلي. صحيح، ممتاز، بيقيس ضغط الدم بالجسم. احنا رح نحكي عنه الحصه الجاي، حضروا لي اياه. ماشي؟ ماشي. طيب وهذا الجهاز؟ تفضل كتيبة. قياس السكري. صحيح، جهاز قياس سكر الدم، برافو. مين كمان يحكي لي شو ليش بنستخدمه؟ تفضلي. صحيح، قالت لنا زميلتنا انه بنقيس نسبة السكر في الدم. ممتازة سالي. وهذا تفضلي وسام. ميزان حرارة. ميزان حرارة، هذا الميزان الحرارة ايش بنستخدمه؟ تفضلي آيات. بنقيس في درجة حرارة الجسم. صحيح، ممتازة آيات، بنقيس هذا الميزان الحرارة بيقيس ميزان ايش اسمه درجة حرارة الجسم. لو هسه رح احكي لكم شايفين؟ هيا بقيس درجة حرارة الجسم. هسا بدي افرجيكم مجموعة من الأجهزة الطبية اللي حكينا عنهم، أشوف أنه اللي متذكر معي. هيا مين هذا؟ شو جهاز ايش؟ تفضلي أنوار. جهاز قياس الضغط. شو بيعمل حكينا؟ بقيس ضغط الدم في الجسم. صحيح، مين كمان يرد يحكي لي هذا الجهاز ايش شو اسمه وشو وظيفته؟ تفضلي مرجان. ممتازة، مين كمان يرد كمان مرة يحكي لي؟ تفضلي. جهاز قياس الضغط بقيس ضغط الدم في الجسم. ممتازة، برافو عليك عريم.
احكي لي هذا ايش؟ حكينا عنه قبل شوي، تفضلي سالي. هذا بننفذ فيه الابرة عشان ننفذ للسكر، لرخيص عينك السكر. اللي هو حكينا عنه جهاز سكر الدم، برافو عليك عليك زكفولها. وهسه رح نحكي عن ميزان الحرارة، ميزان الحرارة اللي هو بيقيس درجة حرارة جسم الإنسان، في عنا نوعين، في عنا في منه بيستخدم لقياس درجة حرارة الجو، هسا ميزان الحرارة له مقياس تدرج زئبق، مقياس هو بيحكوا له مقياس ما بيحكوا له ميزان زئبقي أو ميزان عادي، له مقياس تدرج، بيتدرج من 35 شوي هيو، له مقياس من 35 ل 42، أي بمعنى آخر إنه الحد أي بمعنى آخر إنه الحرارة تبعت الإنسان ما بتقل عن 35 ولا بتزيد على 42، بس ليش كانت محصورة من 35 ل 42؟ يلا غيرهم، تفضلي. لأنه درجة حرارة جسم الإنسان من 35 ل 37. برافو عليكي، صحيح كلامك، لأنه درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعي بتتراوح من 35 ل 42. هسا بدنا نحكي عن مكونات جهاز ميزان الحرارة. ميزان الحرارة بيتكون من ثلاث أشياء اللي هي أول إشي بيتكون من غلاف زجاجي اللي هو هيك، بتكون من اللي هو بداخله بكون في انبوب شعري، وهون بنهايته هون في عندنا مستودع، هذا المستودع بيحتوي على زئبق او كحول، مفهوم لحد الان؟ هون مستودع بداخله ايش؟ زئبق او كحول. اول اشي نرد عيدوا لي ميزان الحراره تدرج له كم؟ تفضلي انوار. 35 ل 42. ايوه، ومكوناته تفضل. غلاف زجاجي، مستودع للزئبق والكحول، وانبوب شعري. صحيح، ممتاز. هسا بدنا نحكي، بدي مين يجي يحكي لي اول اشي؟ الاول تفضلي مكوناته. خلينا نعطيكي اللون الاحمر. اول وحده اللي هي المستودع، اكتبي جنبه مستودع. وثانيه، لا خلي غيرك. ممتازه، تفضلي سهى شبيب. الثاني انبوب زجاجي. صحيح، تكتبي. مين بيطلع؟ تفضلي. انبوب شعري. ممتازة، تفضلي. هسا من رد يعيد لي اياهم، يطلع هون يعيد لي مكونات. تفضلي مرجان. اول واحد اللي هو المستودع، الثاني اللي هو الانبوب الزجاجي، والثالث اللي هو الانبوب الشعري. صحيح، تفضلي اسمع. هلا رح نحكي عن له نوع، اللي في ميزان الحرارة نوع آخر اللي هو ميزان الرقمي. ميزان الرقمي بيكون له هاي شكله، طلعوا هياته. ميزان الرقمي بيكون أسهل بقراءته وأسهل في التعامل معه، ويعني البني بسرعة أول ما تضغط عليه وتحطيه على، مش لازم يكون معقم، أول ما تضغطي عليه وتحطيه على عشان يقص درجة حرارة الشخص طوال بيطلع، أما اللي قبله لا بيكون له تدرج بصعوبة لحتى ناخذ القراءة. مين تفضل؟ احكولي شو ميزات الميزان الرقمي؟ إنه ما في تدرج على القراءة، بس ما بنقعد يطلع وقت القراءة. طيب في كمان إشي، تفضلي. بيعطي قراءة دقيقة. صحيح، وأسهل في قراءته. هذا مصنوع من الزجاج، هذا مصنوع من البلاستيك. ممتاز، صحيح، صاحبتكم قالت إشي مهم. مين يرد يعيد لي؟ مصنوع من البلاستيك مش من الزجاج. مصنوع من إيش؟
من الزجاج. ممتازة. هلا عشان اتاكد اذا فاهمين الفرق بين ميزان الزئبق والميزان الرقمي راح اعطيكم، راح تيجي تفركولي من خلال استخدام الزئبق. لمين؟ تفضلي. القديم. تفضلي على الكيلو. هلا بدنا نعمل هون مقارنه. الزئبقي وهنا الرقمي. ممتاز يا عائشة، استخدامه أسهل. مين؟ الرقمي. تفضلي. أنوار. ممتازة. استخدام الدارات الإلكترونية مين؟ الرقمي. تفضلي. اللي هو بيعطينا رقم. قراءته أسرع. تفضل أنس. الرقم. تفضل. ممتاز. تفضل. له تدرج رقمي. تفضلي أنا منار. استخدامه للكحول. ممتازة. ارجع مين يحكي يرد يعيد للرقمي. مكونة شو؟ تفضل. الرقمي استخدامه اسهل، استخدام الدارات الالكترونية وقراءته اسرع. والزئبقي؟ تفضلي وسام. استخدام الزئبق له تدرج رقمي واستخدام الكحول. ممتازين. لحد الان شو اخذنا اليوم؟ اخذنا عن مجموعة من اجهزة طبية صح؟ مين يحكي لي شو هن؟ تفضلي عليا. عن جهاز الضغط. بس ممتازة. جهاز السكري. ممتازة. زميلتكم حكت هون، حكت جهاز ضغط الدم وهون جهاز سكر الدم. ميزان حرارة. ممتازة. شو كمان؟ حكينا عن شو؟ فرقنا بين ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة الزئبقي. شو حكينا عن ميزان الحرارة الزئبقي؟ تفضل كتيبة. يستخدم الزئبقي. ايوه. وحكينا عن ايش؟ الزجاج. خلص خلي لغيرك، مجال لغيرك. تفضلي سالي. صحيح. ممتاز. والرقمي؟ تفضلي. استخدامه اسهل. استني خلي غيرك. مين تفضلي. استخدام الدارات الكهربائيه. ممتازه. قراءته اسرع. ممتازه. وهسه رح يا سامر رح ارد لكم فيديو تستنتجوا لي اشكال ميزان الحراره. ركزوا مظبوط، اسالكم عنه. كم شكل لأشكال ميزان الحرارة؟ أول إشي هني أربعة صح؟ يلا حكوا لي شو هني. تفضلي أنوار. عن طريق الفم. صحيح. تفضلي سالي. ممتازة. تفضل. عن طريق الإبر. عن إيه؟ تحت الإبر. أيوة صحيح. ممتاز. تفضلي. زميلاتكم حكوا إما عن طريق الفم أو طريق تحت الإبر أو اللي هي منطقة الخط المستقيم، وآخر إشي اللي هي الأذن. ممتازين. رد العيدها. تفضل الأنوار. عن طريق الأذن. كمان. تفضلي. الفم. ممتازة. عن طريق الأذن. ممتازة. صحيح. خلينا نرد نراجع كمان مرة شو أخذنا اليوم. يلا شو اليوم أخذنا؟ عن إيش؟ عن حكينا أول إشي. شو عنوان درسنا اليوم كان؟ تفضلي. تكنولوجيا الأجهزة الطبية. ممتازة. حكينا كمان عن شو؟ تفضلي. عن اشكال الاجهزه الطبيه المنزليه. ممتاز. كمان. تفضلي شيماء. حكينا من اشكال الاجهزه الطبيه اللي هي قياس جهاز السكري. مش اشكال هذا، لا.
هاي مجموعة من الأجهزة الطبية حكينا اللي هي عنا أول إشي قياس السكري، وجهاز ضغط الدم وميزان الحرارة. صحيح، ممتازة شيماء، مركزة معنا اليوم. طيب شو كمان حكينا؟ تفضلي أسيل. ميزان الحرارة الزئبقي والرقمي. صحيح، ممكن تحكي لنا عن ميزان الزئبقي؟ الزئبقي اللي هو نستعمل الزجاج طيب غيرك؟ بستخدم الزئبق أو بستخدم الكحول. أيوة. بطيء نوعا ما بال. قراءته بتكون أبطأ من الميزان الرقمي. كمان هسه تفضلي. اللي هو التدرج الرقمي. أيوة. وحكينا إنه بتدرج من 42 من 35 ل 42. ليش؟ غيرك؟ احكي لي إنه ليش بتدرج من 35 ل 42؟ لأنه درجة حرارة الإنسان بتتراوح من 35 ل 42. صحيح. ممتاز نور. وكمان هسه بدي اياكم تحكوا لنا عن الرقمي. يلا احكي، تفضلي تفضلي هسه. استخدامه اسهل كان، وكان يستخدم الدارات الكهربائية يعني الالكترونية، وقراءته اسهل. ممتاز. هسه ممكن تعملوا له مجموعات، اربع مجموعات هيك جاهزين. قدمي شوي لهون. سهى روحي اقعدي لهناك، والجميع تعالوا اقعدي هون. انتوا قدموا على بعض لو سمحتوا. هسه بدنا نعمل ميزان حرارة بسيط اللي هو عندنا مكوناته. بدنا نحكي شو اسمه، رح نستخدم الكحول الإيثيلي وزجاج بلاستيكي ولون أحمر وأنبوب شعري وصلصال وكأس ماء بارد وكأس ماء فيه ماء ساخن. هنا عنا كحول إيثيلي، هنا عنا زجاجة. هاي زجاجة وهاي اللون، وهنا بدنا نحط كأس ماء فيه ماء بارد، وهنا كأس فيه ماء ساخن، وهنا في عنا صلصال. أول إشي شو لازم نراعي؟ إحنا عنا هنا أدوات، شو لازم نراعي بالأدوات لما نستخدم؟ تفضلي. لازم تكون نظيفة معقمة. أيوة، وأهم إشي لازم نراعي الأمان في المكان. ماشي. أول إيش بدنا نعمل؟ هسا أنا فاتحتها من هون عشان أحط اللي هي الأنبوبة هون. ماشي. أول إيش بدي أدير؟ هاي بدي أحط الكحول. كمان حط شوية لون. وأحرك. طلعوا كيف. هسا أهم إشي عندي إنه شو اسمه سطح الأنبوبة تلامس السائل. ماشي ماشي. شو لامسته صح؟ نسكرها ونضع الأنبوبة. نضع الأنبوبة، أهم إشي تكون إنها ملامسة سطح السائل. وبغلقها بإيش؟ بالصلصال. ممتازة أنوار. بكون عندي هنا ماء بارد. هسا مين يحكي لي لما نحطها هون في المي الباردة
شو بصير؟ ولما نحطها بالمي الساخنة شو بصير؟ تفضلي. المي البرد بيوقف درجة الحرارة أو بالمي السخنة بتشفى. صحيح، ممتازة. هيك احنا هلا المفروض لما احطه بالمي الساخنه شو يصير؟ تفتح الدرجه. هلا هون هي طلعوه بلش يرتفع، يعني انتم مش شايفين، شايفه انوار بلش ترتفع. مين شو بلش يرتفع؟ المي السائل. ايوه، لو حطيتها بالمي البارده شو بصير؟ ممتازين. وهسه بدي من كل مجموعة طالب يجي ياخذ الأدوات عشان تجربوها عندكم. هاي اللي هسه أنا رح ألف عليكم باللون لأنه ما بدي إياكم تبسخوا. تفضلي. لو سمحت ممكن تحط تعبي المي لانه نوزعها على الجميع. انتوا هون بدكم هون حطيتوا لون مقوس صغير هسه اشي يلا يلا ماشي اشي اعطوني شوي كحول شو ممتازين انت اول مجموعه خلصت ممتاز هاي شوفوا مجموعه واحد كيف هسه بتجربوها بالبيت بتحطوها على مي بارده ومي ساخنه شوفوا كيف انه بس نحطها على مي ساخنه بارتفاع بترتفع الحراره لما نحط السائل لما نحطها على المي البارده كيف بنخفض السائل خليها معكم بتجربوها بالبيت مين كمان خلص اشوف ممتازين ممتاز برضو بتجربوها في البيت انتو كمان ارفعوا تبعتكم ممتاز المجموعة اخيرة خلصتوش اشوف ارفعوها للجميع جربوها بالبيت وحطوا مي مي باردة ومي ماء ساخن وهلا راح اعملكم مسابقة مين يجي يساعدني ركزوا معاي رح نعمل مسابقة اشوف اذا كنتوا فاهمين ولا لا
مين يجي يختار اللون؟ يختار السؤال. تفضل عنوان. ما هي مزايا ميزان الحرارة الطبي؟ هو شوفي نوعان له، زئبقي. احكي لي. الزئبق انه بيستخدم الزئبق وبيستخدم الكحول وهو صعب شوي، اما الميزان الرقمي هو دقيق واسهل استخدامه وهو مصنوع من البلاستيك. ممتاز، تفضلي. مين يجي؟ خذي عائشة. ميزان الحرارة الطبي حكينا عنهم ان هن اربع اشكال، الفم والانف وتحت الابر والاذن. تحت الابر فيش للانف، احنا حكينا الفم والاذن وتحت الابط، منطقة الخط المستقيم هذا. مين يجي كمان؟ تفضلي. احنا هسه شو اخذنا؟ اي الوان قبل؟ الاحمر الازرق. هسه ضل عندنا الزهري والاصفر والاخضر، اختاري اللون. ما هي الادوات التي استخدمناها في التجربه؟ استخدمنا في هاي التجربه صلصال، واستخدمنا كحول، استخدمنا الوان وماء، وماء بارد وماء ساخن وزجاج. هذه ممتازه، صح كلامك. تفضلي عائشه. تفضلي. تفضلي. مين كمان يطلع؟ تفضل كتيبه. مكوناته اللي هو المستودع اللي بحط فيه زئبق وكحول وغلاف زجاجي والانبوب الشعبي. ممتاز، تفضل. تم عنا. يلا تفضلي عليهم. عدد الأجهزة الطبية المنزلية اخذناها اللي هي جهاز ضغط الدم وجهاز قياس السكري في الجسم. صحيح، واللي حكينا عنه اليوم شو؟ والاجهزه الميزان الحراره. صحيح، ممتازه. وهيك يا سادس، طلبت منكم كم اول حصه؟ شو تحضروا لي للحصه الجاي؟ تفضلي. ايوه، وهيك بكون انهينا حصتنا لليوم، ويعطيكم الف عافيه.